الشيخ المرتضى كان من الزهاد في زمانه، وكان يلبس الخام الرخيص القيمة، ويسكن دارا صغيرة، ويأكل الخبز اليابس واللبن والملح، وصار مرجعا للمسلمين. وصاحب الجواهر وهو أستاذه وقبل زمانه كان من الشخصيات العلمية البارزة الذي يتنعم بطيبات ما أحل الله لهم من الدور الواسعة والمال الكثير والشخصية الرفيعة الاجتماعية، بالإضافة إلى فقاهته الهائلة. جاء إنسان إلى الشيخ المرتضى ورأى داره الصغيرة وأسلوبه المتواضع البسيط. قال: شيخنا، إني أتعجب، إني ذهبت إلى صاحب الجواهر في زمانه ورأيت في دوره كذا وكذا من الشخصية، وجئت إليك وأراك كذا وكذا من الكيفية، أيكما على حق وأيكما على باطل؟ الشيخ المرتضى قال له: كلا، إننا نري وجهي الإسلام، هو يري عزته وأنا أري زهده، لأن لكل شيء مو وجه وإنما وجوه.